مرحبا. جملة من الأحداث طرأت من جديد على الشأن السوري سنسلط الضوء عليها في برنامج حديث اليوم، بداية من ريف دير الزور الشرقي وتحديدا حول مجريات المعارك التي تخوضها قسد ضد الجيب الأخير لداعش، في ظل الحديث عن تقدم جديد ومعارك شرسة تخاض الآن. وهنا نسأل حول طبيعة التقدم الجديد، وهل بالإمكان بعد العديد من التطورات الميدانية تحديد سقف زمني لنهاية المعارك في هذا الجيب، وما الذي يؤخر عملية الحسم والتحرير؟ وفي حديث اليوم أيضا، إدلب تتصدر الحدث من جديد عبر اشتباكات وقعت بين النصرة وتنظيم داعش ما خلف ضحايا مدنيين، في حين أكد وزيري الدفاع الروسي والتركي عن إجراءات حاسمة ستتخذ قريبا. فما هي آخر المستجدات الميدانية وما المقصود بالإجراءات الحاسمة؟ إلى ملفنا الأخير من الحوار، نرصد فيه آخر تطورات حيال وضع اللاجئين السوريين في لبنان بعد تعيين الحكومة الجديدة ودعوة الرئيس عون لإيران للمساعدة في هذا الملف. أكدت قوات سوريا الديمقراطية أن مقاتليها تمكنوا من تحقيق بعض التقدم على حساب إرهابيي داعش في آخر جيب يسيطرون عليه في قرية الباغوز شرق الفرات. وأفادت قسد بأنه ورغم ضراوة الاشتباكات فإن مقاتليها تقدموا مسافة كيلومتر واحد وتمكنوا من تثبيت 29 نقطة جديدة، فضلا عن تدمير سيارة مفخخة للإرهابيين قبل أن تصل إلى هدفها. كما لفتت القوات الديمقراطية إلى أن عددا من إرهابي داعش قتلوا في الاشتباكات التي دارت بقرية الباغوز والتي استخدم فيها الإرهابيون الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وأضافت بأن التقدم الأخير في جيب التنظيم جاء بالتزامن مع ضربات جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي ضد مواقع الإرهابيين. هذا وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت في 9 من الشهر الجاري ما أطلقت عليه المعركة الأخيرة للقضاء على التنظيم الإرهابي في آخر معاقله شرق الفرات. أسادة المشاهدين، ولفتح النقاش في هذا المحور أرحب بضيفي من الشمال السوري السيد كينو جبرائيل الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية. سيد كينو، مساء الخير. بعد أن بدأ سيد كينو، الحديث يدور عن تحقيق قواتكم المزيد من التقدم في قرية الباغوز آخر معقل لتنظيم داعش الإرهابي في شرق الفرات، حبذا لو تطلعنا على صورة التطورات العسكرية حتى اللحظة في إطار هذه المعارك، تفضل. انطلاق المعركة الأخيرة للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية بمختلف مجموعات المشاركة في العمليات العسكرية من التقدم بمحاور مختلفة ولمسافات مختلفة تقدر تقريبا بواحد كيلومتر. هذا التقدم جاء وسط اشتباكات عنيفة تمكنت قواتنا من خلالها من القضاء على مجموعات مختلفة من إرهابي داعش. هذا التقدم طبعا مستمر، وهو يأتي نتيجة التخطيط والضغط المستمر من قبل قواتنا على إرهابي داعش، ومدعوما طبعا بالقصف الجوي والقصف المدفعي المقدم من التحالف الدولي، وهو ما يسهل أو يفتح المجال أمام قواتنا للتقدم على الأرض. طبعا هناك أيضا مقاومة كبيرة من قبل إرهابي داعش، وهنا نراهم يلجؤون للأساليب والتكتيكات القديمة في المعارك، وخاصة زيادة استعمال السيارات المفخخة والعربات المسطحة المفخخة، وهو ما شاهدناه بشكل خاص في محيط بلدة الباغوز أثناء محاولة قواتنا التقدم في ذلك المحور. طيب، إلى أي مدى تقلصت حجم الجغرافيا التي كانت تخضع لتنظيم داعش الإرهابي في شرق الفرات سيد كينو؟ طبعا سوف يبقى السؤال هنا مقارنة بماذا، ولكن بكل الأحوال بقيت المسافة الصغيرة التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي والمقدرة ب 4 أو 5 كيلومترات مربعة هي الأخيرة. وأعتقد أن العمليات العسكرية التي نجريها حاليا وكما جاء في بياننا سوف تكون الأخيرة، ونتمكن من خلالها من القضاء بشكل كامل ونهائي على إرهابي داعش. طيب، تقييمكم لسير المعارك حتى اللحظة سيد كينو، هل تبدو سهلة؟
ليس هناك ابدا سهوله في العمليات العسكريه التي نخوضها ضد داعش، واعتقد انه في هذه المرحله لن تكون اسهل من سابقاتها، كون هي الخطوه الاخيره او اللحظات الاخيره لارهابي داعش، ونعرف الشكل او الاسلوب الذي يقاومون به وهو سوف يكون صعب. اعتقد انه يمكن تشبيهه بالفار المحصور على الزاويه وليس لديه المجال للنجاة، وهو يعرف ذلك ولن أعتقد يقدم نفسه بسهولة. وعلى هذا الأساس نحن نقوم بعملياتنا والحركة ضمن تلك المنطقة على أساس هذه القناعة والتركيز الكامل والضغط الكامل على إرهابي داعش حتى القضاء عليهم. طب ما هي أبرز العوامل التي تؤخر حسم المعركة من قبل قواتكم اليوم؟ لا أعتقد أن المعركة متأخرة، ولكن ربما لا نسير بها بالسرعة التقليدية، وهو أمر قمنا به خلال المراحل المختلفة لحمل عاصفة الجزيرة. أعتقد حاليا لا يزال هناك قسم من المدنيين موجودين في منطقة العملية وهم يخرجون بأشكال أو بشكل متتابع، وقواتنا تقوم بتعميم التغطية النارية لخروجهم، هذا من ناحية. من ناحية أخرى طبعا هناك عمليات تمشيط واسعة ومكثفة يتم القيام بها في المناطق التي تم تحريرها مؤخرا، وقد تمكن قواتنا خلال الأيام الماضية من اكتشاف مجموعات مختلفة من الأنفاق والملاجئ، بعضها كان يحمي مجموعات من إرهابي داعش، تم التعامل معهم حسب الظروف في كل حالة، وهذا يظهر التكتيكات والأسلوب مرة أخرى التي يستعمله داعش. على هذا الأساس نحن لسنا مستعجلين في إنهاء العمليات وإعلان النصر، قد يأتي بعده هجمات مرتدة تأتي من الخلف. على هذا الأساس نحن نتقدم شيئا فشيئا ونقوم بالتمشيط الكامل للمنطقة والقيام بالعمليات اللازمة لضمان التحرير الكامل لها، عوضا عن فقط التقدم وإعلان التحرير بدون وجود نصر حقيقي على الأرض. طيب سيد كينو، أنتم تتكلمون الآن عن إمكانية إطالة المدة الزمنية التي يستوجبها عدة عوامل لحسم الملف في شرق الفرات من تنظيم داعش إرهابي، ولكن كان هناك تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول بأن هذا الأسبوع سيتم القضاء على تنظيم داعش، كيف تعلقون على ذلك؟ هذا أيضا صحيح. اليوم المعركة على الرغم من التقدم البطيء الذي نقوم به، ولكن ليس هناك مساحات كبيرة يطلب منا تحريرها، كما قلت قبل قليل هناك فقط 4 إلى 5 كيلومتر مربع، وأيضا تقديرات قادتنا الميدانيين تأتي في إطار عدة أيام أو بأكثر أسبوعين لإنهاء العمليات العسكرية الحالية. على هذا الأساس يمكن خلال عدة أيام أعتقد أن نقوم بإنهاء العمليات ونقوم بإعلان النصر النهائي والأخير على داعش. سيد كينو، ماذا عن أوضاع المدنيين في هذا الجيب الخاضع لتنظيم داعش؟ طبعا لا اعتقد انه هناك اعداد كبيره من المدنيين لا نزال ضمن هذا الجيب، الاغلبيه تم اخراجها خلال الفتره تقريبا 10 او 15 يوم التي سبقت اعلان المعركه الاخيره، ولكن المعلومات التي وردت الينا تحدثت عن صعوبه الظروف الحياتيه والمعيشيه ضمن ذلك الجيب والضغوطات المفروضه عليهم من قبل داعش واستمرار استعمالهم كدروع بشريه من قبل ارهابي تنظيم داعش اثناء العمليات العسكريه. اعتقد ان اساسيا هو القبضه التي احكم من خلالها داعش السيطره على المنطقه، وخاصه موضوع المواد الغذائيه وغيرها، وهو اعتقد ربما ما عجل في النهايه من خروج هؤلاء المدنيين من المنطقه او قدم لهم الدافع الكافي في النهايه للخروج من المنطقه. الظروف الحالية بالنسبة للمدنيين هي صعبة بكل الأحوال، هناك نقص من قبل المنظمات الإنسانية والمنظمات الإغاثية في تقديم المساعدات الكافية واللازمة للأعداد الكبيرة والتي تقدر بحوالي 20,000 مدني خرجوا في الفترة الأخيرة، والتي هم موجودون في مخيمات مؤقتة وفي القرى المجاورة لمناطق العمليات، وهم بحاجة للكثير من المساعدات والإغاثة لتقديم أو اللازمة لهم للاستمرار بحياتهم ريثما تنتهي العمليات العسكرية. من ناحية أخرى هناك
ايضا صعوبات من قبل قواتنا اثناء التعامل مع المدنيين، كان هناك العشرات وربما استطيع القول حتى المئات من ارهابي داعش وافراد عائلاتهم، سواء الاجانب او المحليين الذين خرجوا مع هؤلاء المدنيين اثناء نزوحهم وحاولوا التخفي ضمنهم من اجل الفرار من مناطق العمليات ومن الجيب الاخير لتنظيم داعش الارهابي. الحديث كان يدور في الحقيقة سيد كينو عن إمكانية حدوث مفاوضات أو ما شابه ذلك للتعامل مع هذا الملف وحسم القضية في شرق الفرات، كيف تعلقون على ذلك؟ لم أفهم موضوع المفاوضات. طبعا في الأيام الماضية كان هناك لن أقول مفاوضات ولكن وساطة من قبل زعماء العشائر في المنطقة لإخراج المدنيين العارفين في مناطق سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، ولكن أعتقد أيضا هناك كان الحديث عن تقارير إعلامية مختلفة تحدثت عن موضوع مفاوضات مع إرهابي داعش لإخراجهم إلى مناطق أخرى، ولكن هذا الأمر غير صحيح وغير وارد بتاتا من قبل قوات سوريا الديمقراطية. الهدف الأساسي بالنسبة لنا هو القضاء الكامل والنهاية على داعش والقضاء الكامل على الإرهاب، وعلى هذا الأساس لا يمكننا القبول بنقل الإرهاب من منطقة إلى منطقة أخرى سواء داخل سوريا أو حتى خارجها. سؤال أخير سيد كينو، والحديث أيضا دار عن تمكن قواتكم من إلقاء القبض على العديد من عناصر تنظيم داعش ذوي الجنسيات الأجنبية مؤخرا، هل من تفاصيل حول ذلك؟ هذا صحيح، طبعا قسم كبير منهم قام بتسليم انفسه للقوات السوريه الديمقراطيه الموجوده هناك، القسم الاخر تم اعتقاله اثناء محاولتهم الفرار كما تحدثنا قبل قليل اثناء خروج المدنيين او بشكل او من خلال التخفي بين المدنيين النازحين من مناطق العمليات. المئات من ارهابي داعش وافراد عائلاتهم تم القاء القبض عليهم. حاليا ليس لدي المعلومات النهائيه او الكامله حول هذا الملف، ولكن كما قلت اعدادهم تقدر بالمئات، وهذا يضاف طبعا الى المئات او الالاف من ارهابي داعش وافراد عائلاتهم الموجودون بالفعل ضمن معتقلات قوات سوريا الديمقراطيه. شكرا جزيلا لكم على هذه الايضاحات وعلى هذه المداخله الكريمه، السيد كينو جبرائيل الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطيه حدثنا من الشمال السوري. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وإلى الملف الثاني من النقاش.